المشاهد بالفيديو أحلام كادت تسقط على المسرح بسبب معجب أمسك بفستانها وردة فعلها غير متوقعة. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة الإماراتية أحلام يظهر قيام معجب بسحب فستانها من أجل أن يلتقط معها صورة تذكارية، وفعلا هذا ما حصل. عادت وتوجهت معه والتقطت معه الصورة. وعبر المتابعون عن سعادتهم بالخطوة التي قامت بها الفنانة الإماراتية، وأشادوا بتواضعها وأخلاقها وطريقتها اللطيفة مع الجمهور والمحبين، وهذا ما دفعهم للتعليق، إذ كتبت أحدهن: فنانة بمعنى الكلمة ملكة. وأضافت أخرى: انفهد فتيتها غير اللي كل الفنانين يتعلمون منها. وكتبت متابعة: الحركة مستفزة، مع ذلك قابلتها بابتسامة وتصورت، هنا فرق الأوادم عن بعضها. ووثق مقطع فيديو آخر وصلت رقص للفنانة الإماراتية أحلام خلال حفل جمعها بالفنان عبد المجيد عبد الله، وشهدت أحلام وهي تتميل وترقص بسعادة أمام الحضور، فيما كان عبد المجيد ممسكا بالميكروفون ويمازحها ببعض الكلمات ويغني. وأشعلت أحلام ما حماس الجمهور الذين تفاعلوا معها خلال رقصها على نغمات الأغاني وأصوات الآلات الموسيقية. وعلى الصعيد الآخر، هنأت الفنانة الإماراتية أحلام منذ أسابيع الفنانة العراقية رحمة رياض وزوجها الفنان العراقي ألكسندر علوم، وذلك عبر صفحتها الشخصية في منصة إكس. وأعادت أحلام نشر تغريدة الفنانة العراقية التي أعلنت فيها عن ولادة طفلتها الأولى، وكتبت: ما شاء الله تبارك الرحمن، تشوفون برها وجعلها ذرية صالحة وربي يبارك فيها. وهجمت أحلام الشامسي السابقة للممثلة المصرية شيرين رضا بعد أن علقت الأخيرة على انتقاد الأولى لها قبل سنوات عندما وصفت صوت بعض المؤذنين بالشعير. وكانت شيرين ردت خلال استضافتها في برنامج العرافة مع الإعلامية بسمة وهبة على انتقاد أحلام لها قائلة: فاضية وما عندهاش حاجة تعملها، وهي بتعرفني منين حتى تنتفني، انت مالك خليك بحالك. إلا أن أحلام عادت وهجمت شيرين عبر منصة إكس في منشور كتبت فيه: من هي اللي فاضية؟ أنا فاضية بس ليكي أكيد حكون فاضية، بس يا ويلو اسمعي كويس، عمري في حياتي مش حسمح لأشكالك أن تقول أن صوت المؤذن والأذان أنه بجعر وجعير، والساكت عن الحق شيطان أخرس من اللي بيصفق لها بسم الله اللهم سكنهم في مساكنهم، حتى في رمضان موجودين أقصد للشياطين أكيد.